في يوم من الأيام كان الأسد يسير في الغابة يفكر في طعامه، فهو لم يأكل اليوم شيئا، وفجأة شاهد أرنبا في الطريق. حاول الأسد الجري وراء الأرنب ولكنه فشل، وفجأة اختفى الأرنب. قال الأسد: أين ذهب هذا الأرنب؟ أين ذهب؟ أخذ يبحث عن الأرنب هنا وهناك. هل تعرفون أين اختفى الأرنب؟